قبل ما نتكلم عن حدوتة الغابات اللي بتولع، اسمحوا لي الأول أتكلم عن حدوتة الأكسجين. الأصل في الأرض هو ثاني أكسيد الكربون، ده الديفولت بتاعها، ضبطية المصنع. إنما الأكسجين بقى هو مجرد تغيير في السيتنج، لدرجة إنه أول ما ظهر على الأرض بهدلها حرفيًا. عايز تعرف إزاي؟ هقولك، بس بعد الفاصل. السلام عليكم. من 3 مليار سنة تحديدا في العصر ما قبل الكامبري، لما كانت الأرض عبارة عن كرة مية 2% منها بس اللي يابس والباقي عبارة عن بحار ومحيطات، ما كانش فيه أكسجين في الجو، واللي كان موجود وقتها كان نيتروجين وبخار مية وثاني أكسيد الكربون وميثان. الكائنات الحية اللي كانت موجودة وقتها ما كانتش بتتنفس الأكسجين، وكانت بتتنفس الكبريت بديل عنه، إلى أن ظهرت بكتيريا جديدة اسمها السيانوبكتيريا. البكتيريا دي كانت قادرة إنها تعمل بناء ضوئي، وبالتالي تاخد ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الجو وتطلع مكانه الأكسجين. وفي خلال 200 مليون سنة الأكسجين بدأ يكتر في الجو وبدأ يسمم كل الكائنات اللي ما بتتنفسوش. مش بس كده، البكتيريا دي خلصت على ثاني أكسيد الكربون اللي كان موجود واللي كان حابس درجة حرارة الكوكب، وبالتالي درجة حرارة الكوكب بدأت ان هي تنزل بشكل سريع لدرجة انها دخلت الكوكب في عصر جليدي. تغير تركيب الهواء ودخول الكوكب في عصر جليدي أباد معظم الكائنات الحية اللي كانت موجودة، حتى السيانوبكتيريا نفسها اللي كانت سبب في ظهور الأكسجين، وده كان واحد من أعظم الانقراضات اللي حصلت في تاريخ الكوكب. بعد انتهاء العصر الجليدي في كائنات قدرت ان هي تصمد وتكمل معانا، واعتبرت ان البيئة الجديدة دي هي بيئتها، بجانب ان الاكسجين كون طبقة الاوزون اللي بدأت تحمي الكوكب من الاشعة فوق البنفسجية اللي جاية من الشمس، وبالتالي وفرت ميزة افضل وبيئة احسن للكائنات عشان تنمو. السيانوبكتيريا اتطورت والنباتات ظهرت واستلموا الراية عشان يحافظوا على الكائنات الحية اللي عاشت في البيئة الجديدة دي، عن طريق ان هم يحافظوا على نسبة ثابتة من الاكسجين مناسبة للكائنات المعقدة اللي بتعيش على الارض وعلى رأسها الانسان. والغلاف الجوي استقر في النهاية على نسبة اكسجين 21% ونسبة ثاني اكسيد الكربون 280 جزء في المليون، اللي هي تكاد تكون منعدمة. الانسان كان بياخد الاكسجين ويتنفس ويحرق ويطلع مكانه ثاني اكسيد الكربون، والكائنات الحية كانت بتاخد الاكسجين وتتنفس وتطلع ثاني اكسيد الكربون، والنباتات كان دورها تاخد ثاني اكسيد الكربون اللي طلع ده وترجع تحوله الاكسجين عشان تفضل تحافظ على النسبة. الكلام ده كان حلو وجميل وفي اتزان، لحد ما الثورة الصناعية حصلت في نهاية القرن ال17. الثورة الصناعية حصلت واخترع الانسان المحركات، وبدأ ان هو يحرق الوقود الحفري ويطلع كميات كبيرة جدا من ثاني اكسيد الكربون النباتات ما بقتش قادرة انها تتعامل معها. وفي خلال 100 سنة نسبة ثاني اكسيد الكربون ارتفعت من 280 جزء في المليون ل 400 جزء في المليون، يعني ارتفع بمعدل 120 جزء في المليون. ثاني اكسيد الكربون من الغازات الدفيئه وزنه تقيل، فزود كثافه الغلاف الجوي، وبالتالي بدا يعزل الحراره في كوكب الارض، ومن وقتها درجه حراره الكوكب ارتفعت درجه واحده عن المعدل الطبيعي. العالم كله اصيب بالذعر وبدا يتابع الموضوع ويعمل لجان ومؤتمرات واجتماعات عشان يحجم الزيادة دي، بحيث ان ارتفاع درجة الحرارة ما يزيدش عن درجتين مئويتين على اسوأ تقدير. طب مش معنى درجتين بقى اعمل حج؟ قالك اولا لان ده اقصى ما يمكن انقاذه حاليا، مش هينفع نقلل الزيادة عن درجتين مئويتين. ثانيا، اكتر من درجتين هتحصل كوارث، جليد الاقطاب هيدوب، المدن الساحلية هتغرق، المناخ هيتغير، الزراعة هتتضرب، المجاعات هتكتر، الحشرات هتنتشر، والاف الانواع من الحيوانات هتهلك وهتنقرض لانها مش هتقدر انها تعيش وتتأقلم مع البيئة الجديدة. خطوط الدفاع الاولى عن الكوكب هي النباتات، وعلى رأس النباتات الغابات، وعلى رأس الغابات الغابات المطيرة، وعلى رأس الغابات المطيرة غابات الامازون اللي بتولع دلوقتي. وانا بقى مش هقولك ان هي رئة الارض وانها بتنتج 20% من الاكسجين، لان النسب دي حقيقة عليها خلاف، لكن انا هفترض ان غابات الامازون دي بتنتج 1% فقط من الاكسجين، والواحد في المية ده جه وانقطع. الكلام ده بشكل مبدئي هيقلل نسبة الاكسجين من 21% ل 20.8%. وانا بقى برضو مش هقولك انك مش هتقدر تتنفس ولا هتتخنق ولا الكلام ده، لانك تقدر تتنفس كويس لحد نسبة اكسجين بتوصل ل 19.5%، لكن النسبة دي كفيلة انها ترفع نسبة ثاني اكسيد الكربون
2100 جزء في المليون. 2100 جزء في المليون كان مفترض ان هم يتحولوا لاكسجين وما تحولوش، وهذا الامر لو تعلمونه عظيم. احنا قلنا ان نسبة ثاني اكسيد الكربون اللي زادت بعد الثورة الصناعية وعملت ذعر في العالم كله كانت 120 جزء في المليون. انا هنا بقول لك 2100 جزء في المليون. معروف ان نسبة ثاني اكسيد الكربون لو اتضاعفت في الغلاف الجوي درجة حرارة الكوكب بترتفع 3 درجات مئوية، يعني ال 2100 جزء دول هيرفعوا درجة حرارة الكوكب 15 درجة مئوية، يعني ذوبان جليد وهجرات وفيضانات وعواصف وزي ما تقول قول. والكلام هنا بفرض ان غابات الامازون بتنتج 1% فقط من الاكسجين، وانا ما ميلش للنسبة دي خالص، انا اعتقد انها اكبر من كده بكتير. غابات الامازون اكبر غابة مطيرة في العالم، مساحتها 5.5 مليون كيلومتر مربع، قد مساحة مصر 5 مرات ونص، والغابة دي كلها اشجار. ولو فرضا النسبة 20% زي ما هو منتشر في الاعلام، فكوكب الارض هيتحول لكوكب زهرة جديد. وبخلاف انها مصدر للاكسجين، فمعظم النباتات الطبية بيجيبوها من هناك، ومعظمها نباتات طبية اساسية، فالموضوع مهم جدا مش مجرد خبر عاجل. لكن نرجع بقى للاسئلة المهمة، ايه هو سبب الحرائق دي وايه مدى خطورة الوضع الحالي؟ الحقيقة ان في سببين للحرائق، سبب طبيعي وسبب غير طبيعي. السبب الطبيعي يعني ان الغابات بتولع بدون تدخل البشر، لكن عشان تفهم الكلام ده بيحصل ازاي لازم تعرف ان الخشب بيتحرق عند 200 درجة مئوية، والكلام ده عشان يتحقق لازم البرق يضرب الغابة او يحصل انهيار صخري، لكن بقى درجة حرارة الجو تعلى فيولع الغابة، فده بقى يعني فيلم هندي. كل اللي بتعمله ارتفاع درجة حرارة الجو ان هي بتقلل الرطوبة في الجو وفي الخشب، وبالتالي بتسهل عملية حرقه، لكن ما تبدأش حريقة، وبالتالي نسبة الحرائق الطبيعية لا تتعدى 5%. وفي الغالب الحرائق الطبيعية دي بتبقى مفيدة لعدة اسباب. اولا مع مرور الوقت الاشجار بتكبر وفروعها بتكتر وبتتشابك مع بعضها وبتمنع مرودة الشمس لأرضية الغابة، وده بيقلل نمو الشجيرات والحشائش اللي موجودة في أرضية الغابة، وبالتالي بيقلل عدد الحيوانات اللي بيعيش فيها وبيقلل التنوع البيولوجي. ثانيا الحرق بيزود خصوبة التربة زي ما هشرح لك بعد كده. ثالثا في أنواع من البذور الغلاف بتاعها ما بيفتحش إلا في درجات حرارة عالية، الحريق بعد كده بيعمل طيارات من الهواء تنقل البذور دي لأماكن تانية وتبدأ ان هي تعمل غابات جديدة، بخلاف ان الغابات القديمة بتنمو من جديد في تربة اخصب. فالحرق الطبيعي في الغالب بيبقى مفيد لانه بيحصل على فترات متباعدة بتدي فرصة للغابات انها تنمو من جديد. نيجي بقى للسبب البشري في الحرائق. نسبة الفقر في البرازيل مرتفعة، والمزارعين مش محتاجين غابات، محتاجين ارض عشان يزرعوها ويطلعوا اكل ويبيعوه، فيعملوا ايه؟ يروحوا الغابات يقطعوا الاشجار ياخدوا الخشب ويبيعوه، والاشجار اللي متبقية في الارضية يبدأوا انه يحرقوها. الحرق هنا يبدأ ان هو يحرق الخشب، لكن ما بيقدرش ان هو يحرق المعادن اللي موجودة جوه الخشب، فالمعادن دي بترجع التربة تاني، والتربة هنا بتبقى تربة خصبة جدا ومناسبة للزراعة. المزارع بيزرع الارض جيل في التاني في التالت، خصوبة التربة بتبدأ انها تقل، وبالتالي يروح يدور له على حتة ارض جديدة عشان يقطع خشبها ويحرقها. طب ايه اللي بيقلل خصوبة التربة؟ ما هو ده نبات وده نبات ودي زراعة ودي زراعة. لا يا حبيبي، في حالة الغابات الشجر بياخد الغذاء من الارض وبينمو وبيطلع ورق، الورق ده لما بيدبل بيقع في الارض تاني فبيرجع الغذاء الارض تاني، فالتربة بتفضل خصبة. لكن في حالة زراعة المحاصيل النبات بياخد الغذاء من الارض يكون محاصيل ويكون ثمار، الثمار دي فيها الغذاء بتاع التربة، بتتاخد وتتباع في حتة تانية ما بترجعش الارض تاني، فخصوبتها بتقل. المهم ان في معظم الوقت الحرائق المتعمدة دي بتوسع وبتنتشر وبيفقد السيطرة عليها، وبالتالي بتطول مساحات اوسع واكبر من الغابة وبتدمرها. الدولة في الطبيعي بتواجه الحرائق دي، لكن في الوضع الحالي بتتقل عليها زي ما بيعمل رئيس البرازيل الحالي جاير بولسونارو، لانه كان من ضمن وعوده الانتخابية ان هو هيزود مساحة الرقعة الزراعية، وبالتالي اول ما حصلت الحرائق في عهده العالم كله بدأ يهاجمه. ويؤسفني اقول لك ان البشر ما بيحرقوش الغابات في البرازيل فقط، ده بيحرقوها في الولايات المتحدة وفي روسيا وفي البرتغال وفي السويد ويمكن بشكل اكبر. لكن عشان توجهات رئيس البرازيل، وعشان ان غابات الامازون اكبر غابات مطيرة في العالم، وعشان ان البرازيل يعني دولة مش قوية قوي، فكل العالم بدأ ان هو يهاجمها. طيب نيجي للسؤال الثالث والمهم، الوضع الحالي في غابات الامازون في البرازيل مقلق ومختلف عن كل سنة ولا احنا اللي بنأفور؟ من المؤسف ان ابلغك ان ابتداء من يناير لحد اغسطس حصلت في البرازيل 74 ألف حريقة
بواقع 84% أكتر من الحرائق اللي حصلت السنة اللي فاتت، ونص الحرائق دي حصل في غابات الأمازون تحديدا. لكن قبل ما تتخض، وإن كانت الحرائق اللي حصلت السنة دي أكبر بكتير من الحرائق اللي حصلت السنة اللي فاتت، لكن متوسط الحرائق اللي حصل السنة دي يقترب من المتوسط اللي حصل في خلال 15 سنة اللي فاتوا. لكن دي طبعا التقارير الأولية، بخلاف ان النار لسه ما اتطفتش لحد هذه اللحظة، وفي الغالب مش هتطفي قبل شهر 9 قبل ما تيجي الأمطار وهي اللي تطفيها، لان هي دي توجهات رئيس البرازيل الحالي، وبالتالي التقارير ساعتها اكيد هتختلف. لكن اللي بيزيد فعلا بشكل مضطرد من سنة 2015 هي عملية قطع الغابات، لدرجة ان لو استمر المعدل بالريتم اللي هو ماشي عليه ممكن تخسر غابات الامازون في خلال 50 سنة. ده غير ان قطع الغابات نفسه بيزود من عملية جفاف المنطقة، وبالتالي النار هتلقط فيها بشكل اكتر واسرع، والحرائق هتزيد كل سنة عن التانية. وده اللي خلى العالم كله يهتم بالموضوع، لان الكلام ده بيحطنا امام 3 سيناريوهات فقط. اما ان الزيادة في نسبة ثاني اكسيد الكربون دي تخلي النباتات تنمو بشكل اسرع، لان طبعا ثاني اكسيد الكربون ده الغذاء بتاعها، وبالتالي غذاء اكتر النباتات تنمو بشكل اكبر وتقدر ان هي تخلص الجو من ثاني اكسيد الكربون ده وتلحقنا زي ما لحقتنا الطحالب في بداية الحياة. وده يعني احتمال ضعيف، لان يعني كان زمانها قدرت على 120 بي بي ام اللي زادوا في 100 سنة اللي فاتوا. السيناريو التاني ان احنا بقى نبدأ ندور على كوكب جديد، لان يعني ده خلاص كده بيودع، او نلجأ للسيناريو الاخير، وهو انك تلحق قبل ما الكوكب يتحرق تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناة، تفعل إشارة الجرس، وتستنى الحلقة الجديدة، وأكيد ربنا هيدبرها. سلام.